زينة مكي تعتذر لجمهورها بعد نشرها صور في المستشفى بسبب مرضها. رح اشرح كل شيء قريبا. أقلقت الفنانة اللبنانية زينة الجمهور على صحتها بعد مشاركتها مجموعة صور شعاعية لمنطقتي الرقبة والعمود الفقري من دون الكشف على التفاصيل، لا سيما وأنها خضعت لعملية في الماضي انطوت على وضع جهاز حديدي لتقويم انحناء ظهرها. وبسبب تلقيها العديد من الرسائل من متابعين يمرون بنفس حالتها الصحية أو أجروا عمليات مشابهة للتي أجرتها، قررت زينة توجيه رسالة اعتذار للمتابعين بسبب الخوف الذي سببته لهم، مشددة على أن حالتها ليست بالضرورة أن تكون مشابهة لحالتهم. وكتبت زينة منشورا توضيحيا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام، قالت فيه: من أسبوع أو أكثر نزلت صور بالمستشفى، صور شعاعية لعمودي الفقري، وشعرت بالمسؤولية من وراء كمية الرسائل يلي وصلتني، أغلبيتها من أهل خايفين على أولادهم لأنهم عملوا نفس عمليتي وصاروا خايفين من نتائج العملية. وتابعت الفنانة اللبنانية: أنا بعتذر لأنه ما كان الوقت مناسب لأشرح شو صار، وحتى هلأ مش حاسة أنه الوقت مناسب، ولكن تذكروا أنه كل حالة تختلف عن الأخرى، ويلي صار معي الآن مش ضروري يصير مع غيري، وإن شاء الله رح أشرح كل شيء قريبا. الكثير من الحب. Our love is reds and yellows and blues and greens. وكانت قد شاركت زينة مجموعة صور خلال تواجدها في المستشفى ظهرت فيها بلباس المرضى، كما أظهرت الصور الأخرى تفاصيل التصوير الشعاعي وأرفقتها بالتعليق التالي: غريب الحياة، سافرت على الإمارات بسبب أعمال وندوة وتصوير، سبحان الله كل شيء وصل لشيء تاني. وفي لقاء سابق مع فوشيا بيّنت الفنانة اللبنانية زينة مكي أنها مرت بتحديات واجهتها مع مرض الجنف، خاصة عندما اكتشفت وجود انحناء في عمودها الفقري في سن 12، وعندما خضعت لعملية جراحية في سن 14 لتركيب مسامير وقطع حديدية. بصي حرفيا حديد، ظهري كله حديد. هذا السؤال يطرح على شركات الإنتاج وين؟ وعلى الرغم من ذلك أكدت زينة أنها تواصل ممارسة النشاط البدني، وقالت: جزء كبير من جسمي يحتوي على قطع حديدية وما زلت أعاني من الألم حتى اليوم.